موضوع انطلب مني وكان نتيجة لمنشور نشرته عندي على حسابي على الفيسبوك وعلى انستغرام وعلى تويتر. طبعا ما تنسوا تتابعوني على الفيسبوك وعلى انستغرام وعلى تويتر كرمال تقدروا تقروا وتضلكم تتابعوا جميع المنشورات اللي بنزلها تقريبا بشكل شبه يومي. هيدا المنشور هو: ومن يكن في حياتك كالغائب الحاضر، كن له الحاضر الغائب عند حضوره. طلبتوا مني أني أعطيكم شرح أو تفسير لهيدي المقولة، وأنا وعدتكم أني أعمل فيديو عن هيدا الموضوع لفسر لكم شو كنت بقصد بهيدا المنشور بالزبط. صراحة هو القصة عم تتكرر كتير بكتير من العلاقات العاطفية. مثلا شخص دايما بغيب عنك، دايما غايب، مش عم يهتم فيك، مش عم يتواصل معك، لا على وسائل التواصل، لا على الواتساب، لا عم يتصل فيك، وحتى مش عم بتشوفوا بعض بالحياة الحقيقية. وانت بتكن حب كتير كبير لهيدا الشخص، وكان في بيناتكم وعود وعهود وايضا نوع من انواع العلاقات العاطفية، ولكن هيدا الشخص دايما بغيب وبيرجع، يعني بغيب فترة ما بيهتم فيك ولا كأنه موجود بحياتك على الرغم من انت بتحبه وبتضلك تفكر فيه دايما، وبيرجع بعد فترة، يعني كل شهر شهرين بيرجع مرة، او كل شهر بيحكيك مرة وبيعبر لك عن حبه وباهتمامه وبيرجع بيختفي وهكذا، يعني مقضيها معه على هيدا الحال لهالشخص. طبعا سبق وفسرنا الاشخاص اللي بيتصرفوا بهيدي الطريقه بفيديو مخصوص، رح اترك لكم ايضا الرابط له باسفل الفيديو، الا وهو كيف تتعامل مع الحبيب اللي دايما بغيب وبيرجع. اما الشرح اللي رح اقدم لكم اياه بهيدا الفيديو فهو ليس فقط كيف تتعامل مع الحبيب اللي دايما بغيب وبيرجع، بل ايضا كيف تجعله يندم على هذا السلوك، او كيف تجعله يتوقف عن هذه المعاملة اذا كان بالفعل بحبك وبالفعل بهم امرك وما بده يخسرك. هيدا الأسلوب سهل وبسيط جدا، ألا وهو أول مرة بتحس الشخص تصرف معك بهيدي الطريقة بدك تتأكد إذا بالفعل عنده ظروف أو بالفعل في أمور معينة ضاغطة بحياته هي اللي أدت لاختفائه فجأة. لما تتأكد إنه هيدا الشخص بالفعل مش عم يتصنع هيدا الغياب أو مش عم يفتعله وهو بالفعل عنده ظرف أو عنده موضوع معين، فما في داعي إنك تعامله أو تتصرف معه بالطريقة اللي راح أشرح لكم إياها. هيدي الطريقة فقط بتتصرفوا لما تتأكدوا 100% إنه هالشخص قاصد إنه دايما يغيب ويرجع بدون أي سبب وبدون أي ظرف. إذن كيف بتتصرفوا مع هيدا الشخص؟ أولاً أول مرة بغيب وبيرجع إلنا ما تعملوا شيء. تاني مرة أيضاً بغيب وبيرجع وبيرجع بيحكيكم، أيضاً احكوا معه عادي وما تعاتبوا ولا تقولوا له وين كنت أو ليه اختفيت أو ليه كنت عم تتجاهل رسائلنا. تالت مرة أيضاً عم بغيب وبيرجع، ايضا عم تستقبلوه بطريقه عاديه ومش عم بتعاتبوه وعم تحكوه بنفس الطريقه اللي هو عم يحكيكم فيها، اي باسلوب الحب والاسلوب اللي هو متعود عليكم في بالاجمال. هلا نحن هون قدام اربع مرات هو دائما عم بغيب وبيرجع ونحن عم نستقبله بطريقه عاديه بدون اي عتاب او ملامه، وكنا متأكدين طبعا انه هو عم يتعمد هيدا الاسلوب، يعني صرنا متأكدين من بعد تكرار الموضوع انه مقصود من قبل هيدا الشخص. هلأ شو بنعمل بالمرة الخامسة؟ بالمرة الخامسة او السادسة، لان على القليل لازم تمرقوا اربع او خمس مرات كحد اقصى تستقبلوه بطريقة عادية بدون اي عتاب. بالمرة الخامسة او السادسة شو بنعمل؟ بيرجع هيدا الشخص من بعد اختفائه ومعتقد انه نحن كيف عم نستقبله كل مرة بدون اي عتاب او لوم، فبكون متوقع انه نحن كمان رح نستقبله بطريقة كتير منيحة ورح نرد عليه فورا ومش رح نلومه ولا رح نعاتبه. هون شو لازم نعمل؟ هون لازم نفاجئ هيدا الشخص
ونخالف توقعاته أو الشيء اللي كان هو متوقعه إنه نحن نتصرف معه فيه، ونقرأ رسائله أو نخليه دق وما نرد عليه أبداً. هون شو رح يصير بهذا الشخص؟ رح يصير في عنده نوع من الصراع، إنه شو اللي تغير؟ ما أنا دايماً كنت غيب وإرجع على مدى 4-5 مرات ودايماً عم يستقبلني بطريقة عادية وبعضه محافظ على حبي ومش عم بيعاتبني وكان فوراً عم برد على رسائلي. شو صار هالمرة؟ ليه ما رد؟ ليه خالف توقعاتي؟ ليه ما تصرف بنفس الطريقة اللي تصرف معي فيها بالمرات السابقة؟ هون رح يدور براسه صراعات وحيرة كتير كبيرة. فهو بهيدي الطريقة لما انت تخلق لديه هيدا الصراع وهيدا الدهشة وهيدا التصرف الغير متوقع من قبلك، هو هون رح يحس كذا شعور. من ضمن المشاعر رح يحسها اولا، هل هالشخص زعلان مني؟ هل هالشخص نسيني او ما عاد بده اياني؟ هل انا خسرته نتيجة لغيابي ورجوعي الدايم؟ هل عنده ظرف او هل عنده اي موضوع معين؟ كتير تساؤلات رح تدور براسه. اذا كانت انت بالفعل بتعنيله وبالفعل بهمك امره، فتأكد انك رح تحرقه بهيدي الطريقة، وبالتالي رح تأدي لاحقا من بعد فترة، يعني اذا رجع صار في تواصل بينك وبين هالشخص، انه يحاول قد ما في يغير من اسلوبه ومن طريقته معك، خوفا من انه يخسرك او انه يرجع بالمرات التانية وما يلاقيك ويفقدك او يرجع يحكيك وما ترد عليه وبالتالي بيكون خسرك. طبعا لاستشاراتكم الخاصة او العادية بتقدروا تتواصلوا معي عبر الروابط اللي تركت لكم اياها باسفل الفيديو او باول تعليق. اذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة ما تنسوا انكم تشتركوا، تضغطوا على الجرس. انا بشوفكم بفيديو تاني.